فكر معي، إيش ممكن يكون الجواب الإيماني لكل المخاوف اللي بتتردد دائماً في أذهاننا وبمشاعرنا، وأحياناً بتنكد علينا وبتحرمنا فرحة اللقاء مع إخوتنا البشر وفرحة بساطة الحياة اليومية إلنا؟ هذا الجواب الإيماني بتقدر تشاركني فيه من خلال الكومنتس. هذا الجواب اللي رح يخلي فجوة ضعفك تمتلئ من قوة الله، وبيخلي ضبابة المخاوف اللي عندك تتبدد بنور عظمة عمل الله في حياتك. حكيت في فيديو سابق عن أول درجة من درجات الذكاء الروحي، وهي حالة التأهب والاستعداد للإصغاء لكلمة الله في حياتنا، لأنه كلمة الله هي النور اللي بتضوي العتمة اللي بداخلنا لحتى نقدر نشوف أوضح ونعرف ذاتنا بصدق حتى نبدأ في التغيير. وكلمة الله هي ماء الحياة اللي بتنعشنا وبتروي ظمأنا وبتروي شغفنا لحتى نفرح بعيش كلمة الله في حياتنا. اليوم رح أتكلم عن درجة تانية من درجات الذكاء الروحي، وهي بتخص هاي المخاوف اللي عادة بتتردد على ذهننا وبعواطفنا، مع أننا في كثير من الأحيان منعالجها منتفهمها، أحياناً منتخطاها وأحياناً منتناساها، بس بترجع تظهر لحتى تحكي لكل واحد منا أنا بعدني موجود في حياتك لأنك ضعيف، لأنك في الحقيقة بعدك خايف مني. والجواب الإيماني البسيط هو اعتراف كل واحد منا: صحيح أنا ضعيف، صحيح أنا خائف، بس أنا عندي قدرة تفوق كل المخاوف، وهاي القدرة هي قدرة التسليم. أنا أؤمن وأثق يا رب إنه قدرة عملك، قدرة شفائك وعطائك، قدرة رحمتك ومحبتك، مخاوفي كلها ما ممكن تمنعها. أنا أصلاً بقدم لك مخاوفي مع آمالي مع بعض، بقدم لك مخاوفي وثقتي وإيماني مع بعض. رددوا معي هاي الجملة الإيمانية: أنا أؤمن وأثق يا رب إنه قدرة عملك وقدرة شفائك وعطائك، قدرة رحمتك ومحبتك، مخاوفي كلها ما ممكن تمنعها من حياتي. أنا أصلاً بقدم لك مخاوفي وآمالي مع بعض، مخاوفي وإيماني وثقتي مع بعض. وهذا الاختبار اللي اختبره القديس بولس وبيذكره برسالته الثانية لأهل كورنثوس فصل 12: حينما أكون ضعيفاً حينئذ أكون قوياً، وأنا قوي بذاك الذي يقويني. وهذا كمان اختبار أمنا مريم العذراء بسر البشارة، لما أصغت لكلمة الله قدمت نفسها واستسلمت للمشيئة الإلهية بكامل إرادتها. دعوتي إليك تخلي هذا الاختبار اليوم أن يكون هذا الاختبار هو اختبارك أنت كمان، وتكون كل لحظة خوف تعتبرها فرصة لتكون أعظم لحظة تسليم لعمل ولمجد الله السماوي في حياتك. آمين. سلام المسيح معكم، وبركة ومحبة ونعمة أمنا مريم العذراء ترافقكم دائما. آمين. جائزة دينية مقدمة لأول شخص بيكتب في الكومنت الإجابة على السؤال اللي بدي أذكره الآن، والسؤال هو: أذكر 3 عقائد مريمية مع السنة التي أعلنت فيها العقيدة وقداسة البابا اللي أعلن هاي العقيدة. أول شخص بيذكر لي هاي الإجابة في الكومنت رح ينال الجائزة. بشوفكم في لقاءات قادمة.